الاستاذ وليد زينهم الناقد الرياضي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ وليد اهلا بيك. اهلا بيك امير، اخبارك ايه؟ منور. الحمد لله، نورك. كتير من 2013 ما حققناش اللقب، 7 سنين. بس انت برضو يعني رايح حاجات، رايح ان انت وصلت نهائي مرتين. هو الكتير ان او الصعب ان الاهلي يوصل نهائي مرتين وما يكسبش واحد فيهم. ده اللي صعب. لكن بشكل عام انت الاهلي في اخر 15 سنه تحديدا معودنا ان هو على طول على طول يعني نهائي مربع ذهبي لقب، نهائي مربع ذهبي لقب. ماشي ماشي على المعدل ده. السنه دي اعتقد ان انت هترجع تاني زي ما كنت، هترجع تاني لوضعك الطبيعي. الوضع الطبيعي دايما ان انت تفوز باللقب. الوضع لا، الوضع الطبيعي ان انت باستمرار 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 اشوفك في المباراه النهائيه. سواء كسبت او لان اصل انت مش لوحدك في القاره. لا طبعا، انت في فرق تانية. انت قبل كده انا اتكلمت يعني معاك، يعني لازم تكون بتنافس بقوه. يعني ايوه، كون ان الاهلي يخرج من دور الثمانيه زي السنه اللي فاتت دي، لا ده ما ينفعش. دي وكان اللي يتحمل المسؤوليه كامله عليها لاسارتي. لاسارتي يعني علامات استفهام وتعجب كتيره قوي واخطاء كتيره جدا. اعتقد ان مع فايلر الامور دي ما بتتكررش. هنجيله دلوقتي ونتكلم فنيات. لكن الطبيعي بتاعك كنادي اهلي ان انت يعني اضعف الايمان تبقى في المربع الذهبي. اضعف الايمان لان انت برضو بيبقى في عوامل تانية. اي حاجه تتحكم في نتائجك انت، اولا انت عندك جوده اللعيبه من ضمن الافضل على مستوى القاره. طبعا الاداره ممتازه بتوفر لك كل حاجه، جهاز فني ممتاز. فاضل العامل الرابع اللي بيتحكم بقى في البطولات والنتائج. الثلاث عوامل دول خلاص عندك انت كنادي اهلي. العامل الرابع اللي فاضل هو العامل اللي هو الظروف الخارجيه. او الظروف اللي هي مش كرويه، حاجه زي توفيق. توفيق بتاع ربنا دي مش دي. انت ممكن تبقى عامل كل حاجه في الكوره وتخسر. حاجه تانية حكام، توارد، تروح تلاقي حكم جالك بوظ مجهودك انت والمدرب واللعيبه. زي ما حصل يوم ماتش النجم هناك، اللي كسبك يوميها الحكم مش النجم. فبالتالي دي الجزئيه الرابعه. طب الاهلي فيه الثلاث جزئيات الاولانيين متوفرين فيه. الفنيات ممتازه، اللعيبه من انا ممكن اعدي لك 4 أو 5 لعيبه. ويمكن انا لما قلت ده معاك قبل كده هنا من اكتر من شهر، قلت الاهلي فيه 4 أو 5 مراكز في الملعب من ضمن الافضل جوه القاره. ناس اتكلمت وقالت لك ازاي ده انت طالع تاني مجموعتك، ازاي مش عارف. نتكلم بس نقولهم بالاسماء. في حد زي علي معلول جوه القاره في الناحيه الشمال؟ لا 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 مفيش طبعا. علي وديانج؟ علي وديانج لا دلوقتي طبعا مفيش. اجاي امبارح كابتن الشناوي، كابتن نبيل معلول اشاد باليو ديانج جدا، يعني اللي انا عرفته اليو ديانج ده افضل. أقول لك على واحد بعد مباراه امبارح لحد قبل مباراه امبارح انا كان بالنسبه لي افضل ثلاثة ارتكاز بالترتيب هم جالي، طارق حامد، اليو ديانج. انا شايف ان دول افضل ثلاثة ارتكاز جوه بطوله افريقيا السنه دي. لما سالتك على اليو ديانج قبل كده قلت لي جالي. قلت لك جالي افضل منه. اصل ارقام جالي واتفرجت عليه واتفرجت على سان داونز كتير. لا جالي بعد مباراه امبارح، لا بعد مباراه امبارح كلام تاني. جالي اختفى تماما قصاد اليو ديانج والسولي. اختلى. انت عندك هم في جنوب افريقيا بيسموا وسط الثنائي بتاع قلب الملعب كيكانا وجالي بيسموهم الثنائي الذهبي. يعني شوف احنا هنا مثلا او انت هنا مثلا السوليه وديانج الثنائي الذهبي، الثنائي اللي هو القوي، الثنائي اللي بيعتمد عليه فايلر، الثنائي اللي هم الاهم والجمهور بيشيد بيهم باستمرار كل مباراه. هم نفس الكلام جالي وكيكانا في جنوب افريقيا. بالنسبه لهم الاثنين دول وحوش، الاثنين دول يفرضوا السيطره على اي حد. وكانوا كذلك قبل مباراه امبارح، لحد قبل مباراه امبارح كانوا كذلك. يكفي بس ان انا اقول لك ان في الست مباريات بتاع دور المجموعات جالي ده 5 مرات الراجل بيخش في التشكيل الافضل للجوله. ده مش حد عادي، ده 5 مرات بيخش في التشكيل من 6 مباريات. سواء جوه ارضه بره ارضه الراجل ما عندوش الكلام ده. الراجل هو بسم الله ما شاء الله عليه، هو لعيب ارتكاز عالمي. لكن امبارح كان فين الراجل ده؟ انا ما شفتوش امبارح. جالي ده ما جاش، كيكانا ما جاش، الاثنين دول اختفوا قصاد مين؟ قصاد قوه وسط ملعب الاهلي اللي هو مين؟ اللي هم السوليه ديانج تحديدا. السوليه ديانج اثبتوا لي امبارح تفوقهم الرهيب على الثنائي بتاع سان داونز اللي هو كان لحد قبل مباراه امبارح كان هو الافضل. احنا مش عشان في مصر واطلع اقول لك لازم انقي لعيبه من الاهلي والزمالك بس اللي اقول لك هم الافضل. لا لا، انا لما انت في مره سالتني قلت لك لا، افضل ارتكاز انا شايفه جوه البطوله هو جالي. وكان بعده قلت لك طارق حامد وبعد كده اليو ديانج. انا شايف دلوقتي الترتيب اللي انا شفته في الجوله دي، لا هو ده جالي يجي 3 بعد بعد بعد. بس التقييم دايما بيبقى من خلال فتره كبيره. رايك في الفتره كلها بتاع ديانج مع النادي الاهلي لحد دلوقتي لما لعب اساسي ممتاز؟ هو انت لما انا كنت بتكلم ان هو واحد من افضل 3 في مركزه جوه القاره، ده وحش؟ ده ممتاز. دلوقتي بقى الافضل. يعني دلوقتي بقى في مركزه الافضل. يعني انا كنت الاول بصنفه واحد من افضل 3 ارتكاز في البطوله في دوري ابطال افريقيا السنه دي. لا دلوقتي اليو ديانج هو افضل في مركزه الارتكاز، افضل لاعب انا شايفه في او على الاقل في الجوله الاخيره. في الجوله الاخيره انا اتفرجت على المباريات كلها. اليو ديانج برضه السوليه لا يعني ما هو السبب هما الاثنين بيكملوا بعض. صح صح. هما الاثنين بيكملوا بعض. مستر فايلر معاه 2 ارتكاز عندهم مرونه عاليه جدا. في اي فريق في الثمانيه اللي بيلعبوا في دوري ابطال افريقيا في 7 فرق، ال7 فرق دول فيهم كلهم بيلعبوا ب2 ارتكاز كلهم بلا استثناء. الاثنين ارتكاز دول بيبقى معروف في اي فرقه مين الارتكاز الدفاعي ومين الارتكاز اللي بيزيد.
مين الهولدنج ومين البوكس تو بوكس. انت عندك في الاهلي ما بقتش عارف مين انت على مع دي مع السبب الاثنين عندهم المميزات عاليه جدا دفاعيه وهجوميه. يعني لو ظروف الهجمه سنحت ان ديانج هو اللي بيزيد السولاي اللي بيثبت، لو العكس مفيش مشكله. كان لحد من 3 4 ماتشات كان اللي ممكن يزيد هو السولاي وديانج اللي يستنى. لا ديانج من بعد مباراه بيراميدز صح لما صح. زاد والراجل سجل وكان ليه فعاليه كبيره جدا، فبدا القصه دلوقتي لاحظها دايما باستمرار الاهلي بيلعب ازاي مع مستر فايلر. الاهلي لازم عنده بيفضل المساكين على ده والكره في رجل الاهلي في نص ملعب المنافس، انت الكره في استحواذك. مستر فايلر بيبقى كل همه انه يعمل اكبر عدد زياده عدديه في وسط ملعب المنافس لاكثر من امر، اكثر من ميزه. الميزه الاولى ان انا الكره في رجلي بهاجم بهدد بحاول اسجل، خسرت الكوره لا انا مش برجع ادافع. الثمانيه اللي كانوا بيعملوا وظائف هجوميه دول هم اللي بيحاولوا ياخدوا الكوره من مكانها تاني وابدا هجمه جديده وهكذا، نفس السيستم بتاع المدرسه بتاعت الكوره الحديثه. طيب دور اليو ديانج والسلايه في السيستم ده ايه؟ هم مش بيلعبوا جنب بعض، هم بيلعبوا قدام بعض مش جنب بعض، واحد صح بيزيد صح وواحد ورا، هم مش بيلعبوا جنب بعض. الناس بتشوفهم دايما في اي خريطه او اي استوديو تحليلي الاثنين هنا قدامهم قفشه راس مثلث، لا الكلام ده نظري. جوه الملعب مفيش الكلام ده، جوه الملعب قفشه بيزيد يوصل لحد ما يبقى كأنه شادو سترايكر او سترايكر تاني عشان يعمل زياده العدديه سواء هو او وليد سليمان اللي نازل منهم. السوليه بيرحل ياخد مكان قفشه، وديانج بيبقى هو مثلا الارتكاز الدفاعي اللي هو ايه اللي هو يعمل وظيفتين في الهجمه. لو هو اللي وقف، لو هو اللي ثبت، الوظيفتين بتوعه ايه؟ اولا التامين الدفاعي بحيث لو الكره فرضا اتقطعت وفي عايز يتعمل هجمه عليك مرتده ديانج بيوقف هنا يعمل بفاول، او السوليه لان لو ديانج اللي زاد اللي بيوقف السوليه. وهديك ارقام دلوقتي من مباراه امبارح تثبت الكلام اللي احنا بنقوله ده. الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا مش قاعدين طالعين بنقول كلام من دماغنا، لا الكلام ده بيثبت كده. امبارح ديانج افسد كام هجمه لسان داونز؟ كتير. افسد 5. السوليه افسد كام؟ افسد 3. افسد هنا مش قطع، انا هقول لك بعد كده قطع كام واستخلص كام كره بنجاح. انا بقول لك افسد يعني الكره خلاص هتبقى هجمه خطر جدا لو ما عملش فاول. وهنا دي اللعيب الذكي الارتكاز الذكي اللي يعرف يعمل فاول من غير ما ياخد كارت. ما انت سهل جدا اي حد يعمل فاول، انا لو نزلت هعمل فاول بس هاخد وراها كارت اصفر ولا كارت احمر ليه واخسر فرقتي؟ لا امبارح ما فيش الكلام ده، بيعمل فاول بخبره، بيعمل فاول بحرفيه عاليه جدا، بيعمل فاول. القصه ايه؟ القصه في ان انت ازاي تفسد الهجمه على المنافس. تعالى بقى ان هم احنا قلنا ده عمل 5 وده عمل 3، لا تعالى بقى نشوف استخلصوا الكره كام مره بدون خطا. انت دخلت في الماتش على طول. ما انا دخلت في الماتش عشان اكد كلامنا. ما انا مش هطلع اقول لك اليو ديانج افضل في مركزه ليه وهقول لك علي معلول افضل في مركزه ليه. المباراه رايك ايه في المباراه بشكل كامل؟ هل النادي الاهلي تفوق من جميع الجوانب على فريق كبير زي فريق سان داونز؟ وسر غياب النادي الاهلي في الشوط الاول تحديدا وتفوقه بشكل ملفت في الشوط الثاني من وجهه نظرك؟ الاهلي تفوق في كل حاجه الا حاجه واحده. ايه هي؟ انا شايفها انها سلبيه ولازم مستر فايلر يشتغل عليها. هي الفعاليه الهجوميه. الفعاليه الهجوميه ما ينفعش ما تقنعنيش ان انا خلينا نتكلم بالرقم. الرقم محاولات النادي الاهلي على مرمى سان داونز كام؟ 24 محاوله. ما ينفعش اطلع 2-0 بس. ما ينفعش. المفروض ان انا من كل 5 محاولات اسجل. تمام. يعني معنى كده ان انا كل ماتش امبارح على الاقل خلص اخلص 4. على الاقل. وعايز اقول حاجه برده ثانيه، انت كان ليك 5 كرات اللي هم خطيره جدا، ما ينفعش برده تسجل منهم 2. ده قليل، ده معدل قليل. ماتش امبارح دي السلبيه اللي انا شايفها في الماتش، ان انت الناس كلها بتبص الله والهجمات دي معناها ان الاهلي فريق قوي وفريق تقيل. ده كله تمام ان هو فريق قوي وفريق فنيا تقيل وفريق كل حاجه، لكن دي ليها جانب مظلم. الجانب المظلم ان انا ما ينفعش اروح 24 محاوله واسجل هدفين بس. لا ده معدل قليل جدا، ده معدل قليل جدا، خاصه ان كان متوسط الاهلي بيسجل من كل 15 محاوله هدفين. تمام. طب انت وصلت لاكتر من كده ب 10 محاولات وبرده لسه انت هدفين. لا يبقى لا، المفروض ان انت زودت محاولات لجوان كمان تزيد. دي راجعه لعده عوامل، اول عامل منها ان استثمار الفرص. وهرجع هنا بقى لحته مروان محسن حابب اتكلم فيها، عشان مروان محسن امبارح ناس كتير بتتكلم يا جماعه ما بداش ليه بادجي، يا جماعه مروان عمل مباراه جيده. هقول لك بس ما هو ايه اللي الجمهور ما بيشوفوش؟ ما هو بنتكلم بالراحه، بقى لنا 3 سنين عندنا ازمه في مركز المهاجم على مستوى مصر كلها. لكن في النهايه مهاجم مصر بقى لنا 3 سنين مروان محسن. المنتخب عنده ماتش كاس عالم، عنده افريقيا، عنده تصفيات. مروان ما هو ما تقنعنيش بقى ان كوبر ووراء جيري وفي الاهلي لاسارتي ووراء فايلر، كل دول مؤاخذه مدربين ما بيفهموش. وبيب حسام بدري ما انا بقول لك ما تقنعيش ان كل المدربين دول. طب انا هفترض جدلا معاك كوبر هنقول ما كان مخدوع في مروان ووراء جيري ووراء لاسارتي، طب فايلر احنا متفقين ان المدرب تقيل جدا مش هيتخدع في مروان ولا مش هيتخدع في العيب. طب امال ايه؟ ايه اللي فايلر شايفه في مروان؟ تعالى بقى نركز ونشوف فايلر سيستمه ايه ومروان بيحقق له ايه في الملعب. مروان عشان اقول اللي عليه الاول قبل ما نقول اللي ليه، مروان عليه انه بيضيع كتير جدا، لازم يطور الفعاليه الهجوميه بتاعته. ما هنا
الفعاليه الهجوميه بتاعت الفرقه بتبان من خط هجومها. خط هجومها امبارح 24 محاوله انت جايب جونين، ما هو برضه يسال في ده خط الهجوم كاملا بما فيهم مروان، لان مروان هو السنتر فيرود بتاعك. هو اللي المفروض في مباراه امبارح على الاقل كان يسجل هدف. مروان امبارح من 4-5 فرص جوله ما سجلش. طب دي سلبيه عند مروان. طب ايه بقى اللي مروان عمله امبارح؟ ايه اللي مروان عمله امبارح للمدرب؟ تخيل كده مروان امبارح، مروان ضغط على اونيانجو حارس صن داونز 6 مرات، اجبره 6 مرات يشتت. طيب التشتيته دي الاهلي خد الكره 5 مرات فيها من الست، يعني من الستة. يعني ايه اللي حصل؟ يعني مروان هنا كان ليه الفضل الغير مباشر ان الكره ترجع لك تاني. طب مروان هنا لو ما راحش ضغط بسرعه وفي نفس الوقت هو بيضغط، القصه برده انا ما راحش اضغط وخلاص، ما انا لازم اضغط وبقفل سكه التمرير على 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 مدافع، ما خلوش يبني هجمه. مروان نجح في دي 100%. مروان نجح في دي 100%. كم مره مروان بيتسبب ان قلبين الدفاع اللي هم او خط دفاع سان داونز اللي هو اصلا ما بيشتتش، خط دفاع سان داونز على فكره ناسيمينتو ده اللي هو قلب الدفاع ده بتاعهم، ده الراجل العاقل البرنس اللي بيطلع الكره من رجل لرجل. ناسيمينتو امبارح 90% من الكرات اللي خارجه من رجله تشتيت. ما بسبب مين؟ بسبب مروان، لان مروان على طول بمجرد ما الكره بتقطع من الاهلي وفي رجله، حتى لو ضربه مرمى لسان داونز اول واحد رايح يضغط على قلبين الدفاع مروان، لو رجعه للحارس مروان. صح. طب ما دي ميزه عملها لك مروان امبارح. انت ممكن ما بتشوفش ده بشكل مباشر، ليه؟ انت ليك في النهايه انت بتشوف الله الكعب الجامد ده، الله الباكورد، الله الجون الجميل ده. مروان ما عملش ده، في واجبات اخرى في واجبات اخرى. ما هو فايلر مش مدرب اللي هو هينزل لعيبه وخلاص، مش عشوائي. هو عارف ان اللعيب ده هيفيده في التكتيك والسيستم، هينفذ له مهام معينه، هينفذ له مهام تكتيكيه هو عايزها. هو عايز يفضل فايلر ايه؟ عايز يفضل زي ما بقول لك فايلر مدرسه استحواذ، مدرسه الكره تبقى في رجلي. طب لازم كل خطوط الملعب بتحط، حتى خط الدفاع. صح. فايلر ليه نظره في المدافعين، اصل ناس كتير برضو بتتكلم في ايه، بتتكلم فايلر بيقعد يغير كتير في قلبين الدفاع، مش ثابت على قلبين الدفاع. هرجع لها واقول لك ليه. فايلر انت عندك طقم الدفاع في الاهلي اكتر من لعيب ممتازين دفاعيا. امبارح اي قلبين دفاع هيلعبوا هيبقوا ممتازين. طب ايه اللي هو الراجل شافه امبارح في متولي وياسر عشان يبدا بيهم؟ ايه بقى؟ مفيش ولا ميس باص طلع من ده او ده فعلا. ما هو الراجل بيركز على الحاجات دي. الاحصائيات الدفاعيه اتفقت معاك، لو رامي ربيع اللي بيلعب هيبقى احصائياته الدفاعيه نفس الكلام، لو ايمن اشرف نفس الكلام. صح. كلهم اقوياء دفاعيه مفيش مشكله. بيبقى في فروق فرديه، مثلا رامي بيمتاز بحاجه عن ايمن، ايمن بيمتاز بحاجه عن ياسر. لكن في النهايه كتوتال هم كويسين جيدين، لكن الراجل بيبص يعني فايلر بيحب نوعيه المدافع اللي هو نوعيه زي ايه؟ زي جيرارد بيكي كده، حاجه كده شبهه. اللي هو اللعيب اللي هو مدافع قوي وعاقل وفاهم ويعرف يطلع بالكوره. ما هو هجيب اتنين ان انت تعرف تطلع بالكوره دي موجوده في الاربعه بالمناسبه، يعني موجوده فيهم. بس برضو بدرجات ده طبيعي. فالراجل باستمرار بيختار على حسب المنافس وعلى حسب الرؤيه. يعني انا مثلا لما بكون بلاعب صن داونز مش زي ما بكون بلاعب سين في الدوري، اكيد في فرق. صح. فهو الراجل امبارح لما بيبدا بالاتنين دول، وارجع انا ابص بعد الماتش على الاتنين دول عملوا ايه، يبقى انا عرفت هو ليه بدا بيهم. هو بدا بيهم الراجل كل هم فايلر امبارح، مباراه امبارح افضل باستمرار، فرص، استحواذ، ضغط. الارقام بتقول ان الراجل نجح في ده، لكن نجح في ده ازاي؟ نجح في ده بتفاصيل صغيره، تفاصيل صغيره زي ضغط مروان العالي على المدافع اللي بيخليه يشيل، ترجع انت تاخد الكره تاني، الالتحامات الهوائيه انت مكتسح صن داونز فيها، صن داونز ما كانش في فريق بيكتسحه في الالتحامات خالص، صن داونز ما كانش في فريق بيكتسحه في الاستحواذ. ده في جميع الخطوط. انت امبارح مكتسح صن داونز في الحاجات دي كلها. طب ما هو ده اللي اداك الافضليه في النهايه. هي سواء عند الدفاع، عندنا الدفاع بيتفوق فيها، وسط الملعب كذلك، المهاجمين كذلك. مروان امبارح برضو اكتر من مروان. ما هو مروان، انا بقول لك مروان انا بعدله بادجي لما نزل كمان. لا بادجي بقى، بادجي ده حدوته ثانيه. بادجي ده هنجيله بس عشان نتكلم. فهنا فايلر الراجل بيختار لقلبين الدفاع اللي عنده. اوقات كتير حتى كنت تلاقيه بيلعب بفتحي. طب هو بيلعب بفتحي ليه؟ بيلعب بفتحي عشان فتحي مهما كان تمريراته هتطلع افضل من مساه، لان فتحي لعيب عنده واجبات هجوميه بيزيد. فساعات بيلعب، انا بقول لك ما استبعدش في مره بص الاقيه بيجرب لي اليو ديانج مثلا مساك، ما فايلر بيجرب كتير. هي دي برضو بتؤخذ عليه، بس دي بتبقى بس في النهايه على الفريق اللي انت هتقابله ومميزات اللي عنده. هل هو فريق مثلا بيقدر يلعب الكرات العاليه بشكل كويس فمحتاج مدافع طويل، ولا فريق بيلعب كره على ارض فانت محتاج مدافع يقدر الكره تبقى عنده في رجله افضل؟ ما طبيعي يا امير اللي انت بتقوله ده. اذا كان انا وانت دلوقتي قاعدين اهو دلوقتي وبنفصل صن داونز ومفصل الاهلي، انت عايز تقنعني ان فايلر مش عارف الكلام ده كله؟ لا عارف، انا ده اكيد عارف، ده مش اكيد. كل فريق بيقدر يختار. الله ينور عليك، ما الله ينور عليك، ده هو لازم يعمل كده. هو لو ده سر من اسرار نجاحه. هو مش هيبقى مدرب ناجح لو ما عملش كده. في النهايه المدربين العالميين بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده سيستم عام ماشي عليه. السيستم العام ماشي عليه فايلر ايه؟ استحواذ، سيطره، العب كره هجوميه. في النهايه في تفاصيل ثانيه لكل مباراه، مش هينفع وانت بتلعب الزمالك تبقى كانك بتلعب فريق ثاني صغار في الدوري. لا، ده بيبقى ليه
تفاصيل معينه، نوعيه لعيبه معينه. صح، ده المهم. نفس الكلام سان داونز، سان داونز امبارح انت كل اللي يهمك في ال11 واحد اللي بيلعبوا بما فيهم الجون ان هم بيعرفوا يخرجوا التمريرات سليمه. صح، ده اللي يهمك، لان هم كده كده سان داونز فريق بيلعب على الارض هو كمان. ده هو سان داونز امبارح لما لقى نفسه مش عارف يلعب على الارض حاول يضربك بالكرات الطوليه برضه ما نجحش. يعني سان داونز ده موسيماني امبارح كان هيتجنن. موسيماني امبارح الكوره في اول الماتش بس دي اللي وقعها، هي دي كل... لا ما هي دي في بدايه المباراه، في بدايه المباراه موسيماني امبارح هقول لك على حاجه، سيرينو اللي هو اللعيب الفذ اللي عندهم ما حدش خد باله كتير ان سيرينو امبارح لعب في ثلاث مراكز. الراجل كل نص ساعه غير له مركزه عشان يحاول يفك الضغط الرهيب اللي عامله الاهلي عليه وبرده ما فيش. يعني سيرينو بدا المباراه المهاجم الثاني، بعد كده راح جناح شمال، بعد كده راح لعب ورا المهاجم تاني، مفيش. ديانج والسوليه كانوا عاطين عليه ميه ونور، هو اصلا كان سيرينو ما بيوصلش لقلبين الدفاع، سيرينو كان خلاص ديانج والسوليه بيستخلصوا الكوره، يا بيعمل فاول يا بيعطل الهجمه، ما كانش بيعدي سيرينو، ما كانش بيعدي. سيرينو ده احنا زي ما كنا بنقول جالي دخل افضل لاعب في الخمس مرات في الست جولات بتوع المجموعات، سيرينو دخل اربعه. ده مش حد عادي، ده لعيب جامد، ده لعيب ممتاز جدا طبعاً. ومهاري وسريع بس وسريع. الاهلي امبارح وسط ملعب الاهلي ما كانتش القصه بتوصل اصلا لسه لمتولي وياسر. ديانج كان بيخلص هو والسوليه مع 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 سيرينو. طب لدرجه ان بقول لك اول مره اشوف سيرينو بيلعب في ثلاث مراكز. ما هو الراجل عايز يعمل ايه؟ الراجل موسيماني بره قاعد هيتجنن. هو شايف هل فايلر كان موفق في اختيار التشكيل لمباراه امبارح؟ هو فايلر في التشكيل كان موفق. وعايز اقول حاجه ثانيه برضو على فايلر، احيانا فايلر ما بيبقاش موفق في التشكيل بس ما بيكبرش، دي ميزه بيغير. كبيره دي ميزه كبيره في فايلر بيعدل على طول. دي ميزه كبيره ان هو بينزل الشوط الثاني ما بيكبرش. برضو عايز اتكلم في حاجه، الناس امبارح بتتكلم على تغييرات فايلر برضو زي عارف اللي هو مثلا مش لاقي حاجه فعايز يقول لك اتاخر، كان المفروض لا ما اتاخرش خالص، لا ما هو جاي المفروض يسحب قفشه من بدري، قفشه مش في يومه. قفشه عايز بس اقول حاجه، قفشه او وليد سليمان اللي بيبدا فيهم عموما شور بنسبه مليار في المية لازم هيتغير، لان اللعيب 10 مع فايلر بيعمل مجهود جبار في الملعب. صح صح، فلازم لو بدا بوليد سليمان على الدقيقه 60 65 هيغيره، لو بدا بقفشه هيجي على الدقيقه 70 75 هيغيره. ده شور لاحظها في كل ماتشات فايلر. صح، اللعيب صح. اللي بيلعب 10 لازم بيطلع يتغير. لازم حتى لو كان مكسر الدنيا. يعني القصه مش ان قفشه امبارح راس طلعه ونزله ما كانش حلو، لا القصه مش حلو او مش حلو، القصه ان اللعيب اللي هيبدا مركز 10 مع فايلر 70 دقيقة 75 دقيقة ولازم هيخرج، ايا كان بقى انت خسران كسبان 4-0 ما فيش، لازم هيخرج لان هو بيبذل مجهود مضاعف، مجهود رهيب، فبالتالي لازم هيخرج. دي اول حاجة. تاني حاجة الراجل ما تأخرش في بادجي ولا حاجة، هو الراجل بادجي نازل لك ايه في الستينات؟ يعني بادجي واخد 25 26 دقيقة، طب ما كويس جدا، والراجل نزل عامل لك ضربة جزاء جابت لك الهدف الثاني. وكل كورة خرجت من رجله صح امبارح، ما انا بقول لك حاجة مهمة لا جدا. وحاجة تانية بادجي في مباريات انا اتوقع ان هي خلاص هتبقى مباراه بادجي لازم هينزل الاول، لازم هينزل اساسي. المباريات اللي هي ايه؟ يعني انا كنت اتمنى ان في مباراه السوبر مع الزمالك هي دي اللي نقول عليها فايلر اتاخر في بادجي. بادجي ما ينزلش الدقيقه 81 ولا 82، بادجي في مباراه زي ده انت مستر فايلر حطيت تشكيل بناء على فلسفه معينه. لقيت الزمالك كده كده ما بيلعبكش الا على سيستم واحد، دفاع وهجمه مرتده، دفاع وهجمه مرتده. طب مع دفاع منظم ومتكتل زي ده يبقى انت مش محتاج هنا الا مهاجم قوي جدا طويل يبقى محطه. مين اللي عندك فيه المواصفات دي؟ هو بادجي. فكان بادجي نزل، يعني انا كنت اتصور ان بعد ما اتفرجت على الشوط الاول في مباراه القمه توقعت ان مستر فايلر اول تغيير جيرالدو هيبقى بادجي ينزل يجيب اجاييه مكان جيرالدو والقصه تعدل لسبب. انت اجاييه من اللعيب عشان نبقى فاهمين، اجاييه من اللعيب اجاييه لعيب عبقري، لعيب عبقري، بس في النهايه مع دفاع متكتل انت محتاج لعيب قوي، انت محتاج لعيب قوي عشان يفوز لك بالالتحامات. انت بس اجاييه في الالتحامات قوي جدا بدليل امبارح برضه، بس امبارح يعني كل الالتحامات هو بيكسبها. لا بيستلم تحت ماشي ضغط ماشي بطريقه مميزه، بس يعني لا بيستلم معلول كل كره بيديها له وهو بيستلم مطمئن. بيستلم تحت ضغط ممتاز، لكن اجاييه في العرضيات هتعمل معاه ايه؟ لو معاه قلبين دفاع طوال وكويس ماشي. انت بتتكلم عن مباراه السوبر، طيب ما انا بديك مثل ان في مباراه في نوعيه مباريات لازم خلاص بادجي اللي هياخد الفرصه، وان كان مروان بيفيد فايلر تكتيكيا بشكل كبير جدا عشان كده فايلر بيلعب بيه. القصه اصل ما مروان مش قريب كوبر واجيري ولاسارتي وفايلر عشان الناس دي كلها تيجي وتقعد تلعبه. تمام يا جماعه، القصه احنا لما بنبص لمروان من ناحيه ان هو ما بيسجلش بيضيع كور بيضيع كور خطيره، لكن في النهايه في مميزات تكتيكيه بيوفرها للمدرب بيجبر المدرب انه يلعبه. بالظبط صح صح. فايلر لو مش شايف ان هو هيبقى مستفيد من في مروان فوق ارضيه الملعب مش هيلعب ناقص لاعب. ما اصل انا لو بلعب بلعيب انا مش مستفيد منه يبقى انا بلعب ناقص واحد.
طيب انا عايز اتكلم عشان اقفل ملف مباراه الامس مع سان داونز ونتكلم في اللي جاي والمباراه اللي جايه ان شاء الله. انت شايف مين اللي رجح كفه النادي الاهلي بخلاف علي معلول امبارح؟ مين اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا؟ لا اول حاجه تتكلم فيها رجحت كفه الفرقه فايلر. هو اصل انت منظومه انت حلو. منظومه حلو. انت خارج على سان داونز. انا كنت اتكلمت معاك قبل كده عشان بس الناس ايه الناس علقت. انا اتكلمت معاك وقلت لك انا فاكر من حوالي قبل ماتش الهلال تقريبا قلت لك الاهلي بالفنيات اقوى فريق في افريقيا. حتى انت رديت عليا ساعتها قلت لي بعض الناس بتقول ده طالع تاني مجموعته ازاي يبقى اقوى فريق ده فيه اربعه متصدرين. طيب اللي احنا شفناه امبارح ده اكتر سان داونز اكتر فريق جايب نقط في دور جاي هو ومازن ب 14 صح تمام من اقوى خطوط الهجوم في البطوله من اقوى خطوط الدفاع في البطوله صح ومن افضل الفرق اللي بتلعب كره على الارض واستحواذ. في النهايه لما باجي اقارن ارقامه دي واقارنها بالاهلي الارقام الفنيه الاهلي متفوق. سان داونز متوسط استحواذه 55% 56% الاهلي متوسط استحواذه 59 60% الاهلي اعلى. انا بكلمك هنا في افريقيا الاهلي متوسط معدل خلق الفرص ليه 15 فرصه في المباراه الواحده. طيب. هو امبارح كان عمل اعلى من المعدل ده بس ده المتوسط بتاعه في افريقيا. سان داونز المتوسط بتاعه من 8 ل 10 انت اعلى منه. فانا هنا الفنيات دي انا بحكم عليها الفريق ده قوي ولا لا. امبارح الاهلي مرر كام تمريره في المباراه؟ 516 تمريره. سان داونز كام؟ 315. انت بتتكلم فرق 200 200 تمريره بين الاثنين. ما ينفعش 200 تمريره دي يعني انت يا اهلي بتلعب فريق في الدوري المصري متواضع اللي هو سايب لك الاستحواذ. الاهلي مش سان داونز. الاهلي قدر ان هو يفرض اسلوب لعبه على سان داونز في مباراه الامس. ما هو عشان ما هو ده يرجعني تاني للكلام اللي احنا كنا قلناه هنا ان الاهلي اقوى فريق جوه القاره فنيا. ماليش دعوه في النهايه قلت لك المكسب والخساره ليها عوامل ممكن يتحكم فيها حاجات كتير. زي انت طلعت تاني مجموعتك اتحكم فيها غلطه يعني انت بتقيسها بالمقاومات اللي عندك والعناصر اللي عندك بالجهاز الفني. احنا طالعين نتكلم بشكل فني على الاهلي وعلى فرقته وعلى مستر فايلر. فخلاص انا هدي الراجل حقه. عايز اقول لك على حاجه لو فايلر بيكسب بس عنده كوارث فنيه هقولها خلاص ماليش دعوه بيكسب ربنا موفقه الله يبارك له. لكن في النهايه انا طالع اتكلم بشكل فني على الراجل. طب فني على الراجل عشان تدي له حقه لازم تقول الكلام ده. الاهلي مع لاسارتي كان بيكسب. مع الاهلي الله الاهلي مع لاسارتي خد الدوري بس كان مقنع ما كانش مقنع. كان اداؤه حلو ما كانش اداؤه حلو. ما هو ده هي طيب. دي المعضله. المعضله ان انت فايلر بيحقق لك الاداء مع النتائج. مش معنى كده ان فايلر ما بيغلطش. فايلر بيغلط بس في النهايه فايلر مفيش مدرب واجهه الا فايلر اتفوق عليه. اتفوق عليه من ناحيه ايه؟ انا مش بجيب الكلام ده من عندي. الجوانب التكتيكيه والفنيه. انا في النهايه ليا ماليش دعوه. الاهلي خسر يوم السوبر. الاهلي طالع استحواذ كام؟ 58%. صح. الاهلي طالع معدل فرصه اعلى. خلاص في النهايه انا هقول هنا المدرب خلاص يعني هو الراجل عمل اللي عليه. زي مثلا بدي مثال دايما ببيب جوارديولا ويورجن كلوب. الناس دي امبارح يورجن كلوب هم خسران وخسران 3-0. هل ده معناه ان هو مدرب وحش؟ لا طبعا ما حدش يقدر يقول. خلاص هي ظروف الماتش. ظروف الماتش فريق لعبه على الهجمه المرتده نجح ان هو يسجل خلاص رغم ان الاستحواذ طلع في النهايه يورجن كلوب اعلى. صح. بيب جوارديولا كذا مباراه بيخسرها بيبقى خلاص يعني اللي هو زي ما بنقول كده بالبلدي ربنا عايزه يخسر. خلاص ما الراجل عامل كل حاجه في الكوره مش موفق يعني مش موفق. فالتوفيق التوفيق موجود في الكوره بس ده مش موضوعنا. مش احنا مش هنطلع نتكلم في التوفيق وعدمه. مش هنطلع نتكلم في سحر ودجل. احنا مش دعوه. احنا بنطلع نتكلم فنيات. هتكلم فنيات يبقى انا اقول لك فايلر ده كويس ولا مش كويس بناء على ايه؟ واقول لك 1 2 3 4. انا بقول لك الراجل ده في افريقيا هو افضل مدرب جوه الدوري. هو افضل مدرب. ومفيش برضو يا جماعه مفيش عشان الناس اللي بتطلع تقول لك اصل الاهلي في افريقيا وحش بس في الدوري حلو. الاهلي محلي. لا يا جماعه مش محلي. الاحصائيات الفنيه الفايلر هي واحده في مصر وفي افريقيا. يعني ايه متوسط استحواذ فايلر في افريقيا قلنا 59%. متوسط استحواذ فايلر في الدوري 60% واحد. متوسط خلق الفرص لفايلر في افريقيا 15. متوسط خلق الفرص لفايلر في الدوري 17 واحد. بس الناس تيجي تقول لك طب امال ليه هو في الدوري 49 بونت و45 جون ومعدله 3 جوان كمتوسط في المباراه لكن في افريقيا معدله في دور المجموعات كان هدف و2 من 10. حبيبي افريقيا فيها ظروف ثانيه. انت في النهايه فيها مستويات مختلفه في النهايه غير المستويات كمان في النهايه. انا هحكم الراجل فني. انا قلت لك الراجل امبارح نجح انه يوصل لعيبته في 24 محاوله تمام مش فايلر اللي بينزل يسجل. طيب بتشوف دور جمهور الاهلي امبارح ازاي في المباراه دي واهميه لعب المباراه على استاد القاهره بعد المجهود الكبير اللي عملته بقى؟ طبعا اولا مهم جدا يعني. لسبب استاد القاهره تاريخيا معروف عند كل فرق افريقيا هو ما بيسموه استاد الرعب. صح. الفرق بتيجي خايفه من الملعب ده. الفرق دي مع كامل احترامي في افريقيا ما يعرفوش على استاد القاهره. صح. ما هو ده الاستاد اللي لعبوا عليه كتير. فالاستاد ده بيبقى ليه تاثير نفسي سواء مع اهلي او زمالك. اهلي او زمالك او فرقنا المصريه بشكل عام اللي بتلعب منافسات افريقيه انا نفسي تلعب ماتشاتك كلها على استاد القاهره. استاد القاهره كل فرق افريقيا ويمكن انا اتكلمت مع ناس قبل كده توانسه وناس مغاربه وناس بيقولوا لي الاستاد ده بيخافوا منه. الاستاد ده بيعملوا له حساب. صح صح. زي ما في استادات ثانيه في القاره بيبقى ليها حساب. في تونس في استادات ثقيله الفرق بتخاف منها. في الجزائر في المغرب في استادات معروفه منهم استاد القاهره. فده كان عامل. جمهور الاهلي جمهور الاهلي دايما هو الاساس في كل حاجه. طيب قبل ما اتكلم عن مباراه الاياب بقى نستعرض نتائج الدور كله
دور الثمانية وبعض المباريات اللي اتلعبت او كل المباريات اللي خلصت يعني خلاص على مدار يوم الجمعه والسبت. اول مباراه كانت ما بين الزمالك والترجي، الزمالك فاز في القاهره 3-1، الرجاء فاز على مازيمبي 2-0. بتشوف الفرص بالنسبه لكل الفرق ازاي؟ خلينا نبتدي باول ماتشين دول، الزمالك والترجي والرجاء ومازيمبي. لا انا هقول لك حاجه بس سريعه، الاربع ماتشات كلهم خلصوا بين قوسين لاصحاب التواني. صح. لما انا اتكلمت وقلت لك قبل كده مش عشان الاهلي تاني مجموعته ان انت تيجي تقول لي صن داونز اقوى منه ومازيمبي اقوى منه، لا طب ادي كل التواني هم كل التواني بلا استثناء كسبوا وفرق هدفين. صح. 3-1 الزمالك، والثلاث ماتشات التانيين 2-0 2-0 2-0. طيب وانا متوقع ان في ثلاثه من التواني هيصعدوا مربع ذهبي. ثلاثه من التواني هيصعدوا مربع ذهبي. مين بقى؟ يعني هو الاهلي، الاثنين التانيين صعبه شويه بس هو الاهلي شور. بالنسبه بقى نرجع لماتش الزمالك والترجي. الزمالك عمل مباراه كبيره جدا قصاد الترجي، ومستر كارترون ذاكر كويس، واضح ان هو مذاكر كويس فريق الترجي، وان كان لازم يخلي باله بقى لان هو لاعب الترجي بره ولاعب الترجي هنا، بس ما لعبش الترجي لسه في رادس. الترجي في رادس فريق صعب جدا وعلى ملعبه، احنا لسه كنا بنتكلم على الملاعب اللي ليها هيبه جوه القاره، ملعب رادس من الملاعب دي. وانا بحذر يا زمالك، انت معاك افضليه نسبيه لازم تستغلها، لازم تبقى هادي، لازم تبقى ما عندكش استعجال. توقعاتك للزمالك والترجي؟ اتمنى الزمالك. تمام. الرجاء ومازيمبي 2-0 الرجاء، الرجاء هيتأهل على حساب مازيمبي رغم ملعب مازيمبي صعب. لا عارف بس اتوقع الرجاء، فرق شمال افريقيا بشكل عام فيها ميزه. بتعرف تتعامل مع المباريات اللي هي زي دي، مباريات اللي هي ذهاب وعوده، فرق شمال افريقيا بتعرف تتعامل اكتر. الاهلي وصن داونز؟ لا هو الاهلي، ما دي انا قلتها لك من قبل ما وهقول لك على حاجه ماشي اما نيجي للمباراه. الوداد والنجم امبارح مباراه كانت الساعه 9، فوز الوداد 2-0. مباراه صعبه جدا شايفها 50-50 بس افضليه بالنسبه للوداد. للوداد لان برضو النجم وان كان بيعاني من ظروفه كده بس فريق قوي ويقدر يعوض. طيب نتكلم بقى عن مباراه الاياب للاهلي مع صن داونز، ومباراه بكل تاكيد صعبه، ممكن حد من يتفرج علينا دلوقتي يقول لك يا عم وليد استنى اهدى شويه، انت متفائل قوي بالاهلي، مباراه الاياب صعبه، بنلعب ملعب صعب، اجواء شفناها السنه اللي فاتت قدروا ان هم يفوزوا على النادي الاهلي بنتيجه كبيره. شايف انت مباراه الاياب ازاي من وجهه نظرك؟ كل اللي انت بتقوله ده ممتاز وصح. بس في النهايه انا قلت لك انا بحكم على الفرق باللي انا شايفه. تمام. انا مش عشان في مصر وقاعدين بنقول الاهلي هو افضل فريق في افريقيا، لا انا مش عشان قاعد في مصر. نفس الارقام اللي انا بقولها دي لو انت قاعد في اي دوله ثانيه جوه القاره في استوديو تحليلي للبطوله هيقولوها، اصل هي دي الارقام. احنا مش الارقام دي مش احنا اللي مطلعينها هنا. طبعا. مش قناه الاهلي اللي عاملاها. مش احنا اللي مطلعين الارقام دي، دي ارقام الاهلي سواء في مباراه امبارح او بشكل عام سواء في الدوري او في مقياس في البطوله. الارقام الارقام ما طبعا. طب انت لحد دلوقتي ايه رايك في فايلر؟ هسالك انا. لا ممتاز انا شايفه. طب انت بتقول ممتاز ليه؟ بناء على نتائج الراجل. ارقامه ونتائجه وشخصيته وتغييراته. الله ينور عليك. ومبارياته وكل الكلام ده. الله ينور عليك. ما هو دي في النهايه انت لما بتيجي تحكم على حد وتقول ممتاز، اول رد ليك بتقول ارقامه. اول رد بتقول عشان ارقامه، حتى لو ما فصصتهاش بتقول عشان ارقامه ممتازه. ما انت في المقابل عندك صن داونز ارقامه ممتازه برضه. ارقامه ممتازه بس في النهايه لما اجي اقارن الارقام في افضليه نسبيه للاهلي. انا مش بقول لك ان صن داونز لا على فكره. طب جزئيه الملعب. ما هو جزئيه الملعب والارض والجمهور ده كله بيفرق وده فرق معانا امبارح. انت بتلعب في ارضك وسط القاهره وجمهورك ده فرق، ده هيفرق. بس اعتقد مع لعيبه زي لعيبه الاهلي عندها خبرات. اصل انا في بدايه كلامنا قلت لك في اربع او خمس لعيبه من الاهلي هم الافضل في مراكزهم. طب لما جوه القاره لما تيجي تحكم على لعيب افضل في مركزه جوه القاره، ده لازم مش القصه مش كوره بس، قصه كوره وامور نفسيه وامور معنويه. كويس. وراجل عنده انضباط نفسي وتكتيكي عالي. يعني واحد زي علي معلول اولا هو جاي لك من نادي كبير، جاي لك من الدوري التونسي، فمتعود بيلعب تحت جمهور وضغط، ما فيش مشكله. واحد زي احمد فتحي، انت الراجل ده كان بيلعب على دروجبا وايتو من 10 12 طبعًا سنه طبعًا. وكان بيلعب في ملاعب ما يعلم بها الا ربنا في افريقيا وبره افريقيا. فما تجيش تقول لي ان هو هيخش يشوف ملعب فيه 30 40 الف هيتخض. ما عندك في الاهلي في مجموعه لعيبه مش هيتاثر بالكلام ده. هم دول مجموعه اللعيبه اللي كانوا موجودين في الماتش السنه اللي فاتت اللي كان هناك في بريتو. لا ما هو هقول لك على حاجه، الماتش السنه اللي فاتت كان فيه، احنا لسه في اول الكلام قلت لك كان فيه كوارث فنيه لسارتي. طب ايه الكوارث دي اللي لازم يتفاداها مستر فايلر بقى من وجهه نظرك؟ اولا الكوارث ان انت ما ينفعش ان انت بتلاعب فريق زي صن داونز على ارضه وما بتامنش. لسارتي اصلا بدا الماتش كان بادئ حلو جدا، كان بادئ ضاغط عليهم. بس انت ما ينفعش ده. ثانيا اختار على لسارتي كان عنده مشكله، ما بيختارش يعني ايه اختياراته للتشكيل بتبقى سيئه جدا. ومشكلته ما بيغيرش ما بيعدلش، بيقف يتفرج زينا. ده لاسارتي. ده لاسارتي. لا فايلر ما بيستناش، فايلر حتى لو حس انه غلط بيعدل. بتلاقي بدايه الشوط الثاني على طول بيعدل. استراتيجيه سريعه اللي يلعب بيها مستر فايلر في مباراه الاياب. نفس الاستراتيجيه فايلر. اقول لك على حاجه، انا توقعي ان انت هتسجل وهم هيسجلوا.
انا اتوقع ان انا شايف مباراه ما انا بقول لك انا شايف مباراه هتتلعب مفتوحه اصل بقول لك مفتوحه من حتى من الاهلي من الاهلي مستر فايلر هيأمن لكن في النهايه مش هيغير سيستمه اصل الكوره دلوقتي سيستم لما يورجن كلوب بياخد فرقته ليفربول ويروح يلعب بره بيلعب ايه بنفس السيستم هاجم وهضغط ما بكلمكش هنا خسر او كسب وما بقارنش يورجن كلوب يا جماعه فايلر عشان ما حدش يطلع يمسكها ويقول لك الحق ما بين احنا بندي مثال توقعاتك لمباراه الاياب سريعا 1-1 يا رب يا مسهل طيب برضو عايز اخد توقعاتك بقى لاهم ماتشين النهارده استون فيلا مع مانشستر سيتي في نهائي كاس الرابطه نتمنى استون فيلا ان شاء الله تتوقع ان تريزيجيه يتالق في المباراه دي او هو تالق في قبل النهائي لكن بيني وبينك فريق مانشستر سيتي يعني ما يقدرش عليه الا ربنا يعني فريق صعب صعب ومدربه ريال مدريد وبرشلونه الساعه 10 هو الماتش بيحكمه ان الريال بالنسبه له ما فيش خيارات لازم يكسب والريال خارج مجروح من هزيمه السيتي والفرق نقطتين دلوقتي برشلونه بالنسبه له هو عارف كويس ان هو لو كسب النهارده هو تقريبا خلاص ركب بفرق 5 نقط ريال مدريد بيحلم ان هو يكسب النهارده يرجع تاني للقمه لان ريال مدريد من جولتين كان هو اللي على القمه لحد خساره ليفانتي فهو بيتمنى ان هو بس انا اتوقع اللي انا متوقعه ممكن تبقى تعادل ماشي ان شاء الله ريال مدريد يكسب انت ملكي بشكرك شكرا جزيلا يا وليد نورتنا وشرفتنا كالعاده يعني حبيبي بشكرك شكرا جزيلا استاذ وليد زنهم الناقد الرياضي كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا دي كمان كانت حلقتنا بكره حلقه جديده وعلى مدار الاسبوع بشكل كامل متابعه دوريه لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه اللي هيبقى امام سان داونز وكل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الى اللقاء في حلقه جديده باذن الله سلام